الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية ويشيد بمستوى الوعي الذي أظهره المتقدمون. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي، والمرشحون يواصلون جولاتهم قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا. تواصل الغارات المكثفة على قطاع غزة، والفصائل تعلن تدمير 135 آلية عسكرية خلال 72 ساعة. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكلية العسكرية بمقر الكلية الحربية. هذا وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المتقدمين، وأشاد بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة، مؤكدا أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وشاهد السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محلياً وإقليمياً ودولياً للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيداً بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات، وطالبهم بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقاً لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وأوصى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة. كما شهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم، بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متمنياً للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين.
رفعت أجهزة الدولة ومؤسساتها درجة الاستعداد لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع المقبل، فيما تضع الهيئة الوطنية للانتخابات لمساتها النهائية على العملية الانتخابية لخروجها بالشكل اللائق بهذا الاستحقاق. في غضون ذلك تتواصل الجولات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي غدا ولمدة 48 ساعة. كثافة تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها وهيئاتها استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 الأسبوع المقبل. وبعد انتهاء عملية اقتراع المصريين بالخارج التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد وشكلت عاملا محفزا للمواطنين للمشاركة والإقبال على التصويت في انتخابات الداخل المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة، انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من وضع اللمسات النهائية تمهيدا لعملية انتخابية تتسم بالسلاسة والتنظيم والشفافية مثل ما كان الحال خلال الأيام الثلاثة التي شهدتها عملية التصويت بالخارج. المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن توفير كافة اللوجستيات لإجراء الانتخابات الرئاسية. تم بالفعل التجهيز لاستلام الأوراق، تم الاستعانة وتم عدد الهيئات القضائية المتواجدة 26,000 قاضي، تم الاستعانة ب 15,000 منهم بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية. عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9,376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية. ولتسهيل مشاركة جميع الفئات في عملية التصويت في الانتخابات، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير عدد من اللجان بالأدوار الأرضية للتيسير على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى التي تضمن مشاركة واسعة. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة، وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تخصيص لجان اقتراع لتمكين جميع المواطنين الموجودين خارج موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة تيسيرا لهم وضمانا لأكبر نسبة مشاركة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين، وبالفعل تلقت الهيئة الوطنية 5,550 طلب استجيب لكل الطلبات، وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بصوته. بالتزامن مع ذلك تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظات استعداداتها من خلال جولات ميدانية واجتماعات مستمرة لمتابعة اللمسات الأخيرة لإطلاق العملية الانتخابية مع رفع حالة الطوارئ مع بدء التصويت على مدار الساعة. على صعيد الحملات الانتخابية، كثفت حملات المرشحين الأربعة نشاطها قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا الجمعة وحتى انطلاق الاقتراع لتعزيز الروح التشاركية وتوعية المواطن بحقه الدستوري في المشاركة.
وقامت الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة بالعديد من الندوات والمؤتمرات من أجل شرح وتعريف الشعب ببرامجهم الانتخابية. ومنذ انطلاق التحضيرات للعملية الانتخابية أواخر سبتمبر الماضي، تواصلت الجولات والمؤتمرات الانتخابية لمرشحين على الأرض وإعلاميا أيضا في ظهور متكافئ بوسائل الإعلام المختلفة لشرح البرامج في حالة ديمقراطية تضفي على الحياة السياسية قوة وزخما كبيرين، سعيا لتعزيز المناخ الديمقراطي والتأسيس لمسار سياسي يمكن البناء عليه في مستقبل الأيام. أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وشدد رشوان على أن المسار الجاد نحو تعددية سياسية حقيقية تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل 4 مرشحين، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستعلامات شكلت غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع. وأكد رشوان أن الهيئة ترحب باستقبال كل الاستفسارات والأسئلة من مراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية بشأن سير العملية الانتخابية للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين، وذلك بالتنسيق المباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات. أكد عدد من أهالي محافظة الفيوم أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا. واعتبر الأهالي أن المسؤولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية من أجل بناء الوطن. احنا جايين نأيد مصر، نأيد الاستقرار، نأيد التنمية، نأيد العطاء، نأيد الأمن والأمان اللي احنا فيه. يعني حضرتك لو شفتي البلاد اللي جنبينا كلها يعني بتيجي مصر، ليه؟ لأن عندنا مصر هي بتفتح زراعيها لكل العرب، لكل اللي موجودين. فخامة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائد مصر وقائد العالم كله، احنا ورا السيسي ورا جيشنا ورا شرطتنا ورا بلدنا. عندي رسالة لكل العالم انه مصر قوية برئيسها، ومصر قوية بزعيمها، ومصر قادرة، ومصر مش محتاجة حاجة من حد، ومصر إن شاء الله محفوظة بإذن الله. وإن شاء الله 10 و11 و12 الجماهير بالكامل في داخل اللجان على مستوى الجمهورية بحشود ما حصلتش قبل كده. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة أبو السوير بمحافظة الإسماعيلية، ذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية تحت عنوان حكاية وطن. وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية. وشهدت فعاليات المؤتمر تمثيل المرأة والفتيات وذوي الهمم والكنيسة والأوقاف. ده لقاء شعبي منظمينه أهالي مركز ومدينة أبو السوير علشان خاطر كلنا نوعي نفسنا بأهمية التوجه إلى صناديق الانتخابات. واقفين وقفة رجل واحد حفاظا على أمن مصر واستقرارها، وإن شاء الله يعني النتيجة هتبقى نتائج عالية وتصويت عالي جدا بإذن الله. عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح لقاءات مع عدد من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني المؤيدين للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية. وأكد الحضور الدعم والتأييد الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 نظرا للإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية واستكمالا لرؤية مصر 2030. احنا النهارده طبعا في المقر الرئاسي لدعم وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشيح لفترة رئاسية جديدة. انا بالاصالة طبعا عن نفسي وعن جموع الاطباء البيطريين اللي هم في محافظة مطروح، سواء كانوا ابناء محافظة مطروح او الوافدين،
بنعلن كل الدعم والتأييد طبعا لفخامة الرئيس، وده ناتج عن الإنجازات اللي احنا لمسناها في عصر التطوير. بنقوم بدورنا النهاردة في التوعية لأعضاء النقابة، وهي من أكبر النقابات المهنية على مستوى الجمهورية، بتضم بين أعضائها 1,000,000 عضو تقريبا. ودورنا كمسؤولين في النقابة ان احنا بنوعي الاعضاء بضرورة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. كلنا جايين ندعم سيادة الرئيس النهاردة لفترة رئاسية جديدة عشان التنمية اللي هو قدمها، وعشان خاطر المشروعات القومية اللي لسه الرئيس بيكملها. فاحنا بنقوله كلنا معاك، احنا التحالف الوطني بندعمك وبنقول لك كمل يا رئيس مشوارك، الشعب اختارك. شهدت الساحة الرضوانية بمنطقة البغدادي التابعة لمحافظة الأقصر تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك بالتعاون مع أمانة اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد شهد المؤتمر إقبالا كبيرا من المواطنين بمحافظة الأقصر. أبي الحاشد للتأييد ودعم سيادة فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة ساحات وشباب الأقصر وأهالي الأقصر كلها بتدعم سيادة الرئيس بناء على الحاجات اللي احنا شفناها والحاجات اللي احنا بنعاصرها. النهاردة جينا نقول لسيادة الرئيس احنا كلنا معاك، شعب مصر عايزك تكمل المرحلة، بننتخبك لمرحلة تانية، وبنقول يا سيادة الرئيس عايزينك تستكمل باقي المشروعات اللي بدأتها، مصر في احتياج ليك. نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة المنيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا من جميع فئات المجتمع، ودعا المؤتمر الحضور وأهالي المنيا بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. قال المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، قال إن الحملة تنظم عددا من الخطوات التي ستقوم بها على مدار أيام الانتخابات فور انطلاقها في 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري، ذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابية. وأضاف المستشار القانوني للحملة أن الحملة شكلت غرفة عمليات خاصة تضم عددا من أعضاء حزب المصري الديمقراطي لمتابعة المندوبين على مستوى كل المحافظات واستقبال أي ملاحظات لهم خلال العملية الانتخابية، موضحا أنه سيكون هناك مندوبون دائمون في اللجان ومندوبون في أكثر من لجنة على مستوى المحافظات. عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد آخر مؤتمراتها الجماهيرية بقرية مليا الشيحة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. وخلال المؤتمر كشف رئيس حزب الوفد عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي اعتمد على 4 محاور، أبرزها الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم. هو النهاردة المؤتمر الأخير لحملة الدكتور عبد السند يمامة بعد بورسعيد وبعد الدقهلية وبعد طنطا وبعد المرج، وبنختم النهاردة بنقول للشعب المصري عندنا مرشح يستحق أن يكون رئيسا لمصر، عندنا مرشح له برنامج انتخابي، عندنا مرشح وراء تاريخ كبير هو تاريخ حزب الوفد. تابعنا انتخابات المصريين بالخارج يوم الجمعة والسبت والحد، وكان لنا فريق عمل في كل الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية على قدم وساق من أعطى بقى المصريين. لكن أنا عايز أقول أن المصريين وما أدوه والمشهد نفسه اللي بناء على التنسيق التام بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية المتمثلة في القنصليات والسفارات كان مشهد رائع يشرف المصريين جميعا. نقول أن العملية الانتخابية حقيقة يعني ودي حاجة تحسب للنظام الحالي، كلها شفافية، الأجهزة بتدعمك بشكل واضح، ما حدش بيقول لك علق يافطه فين وما تعلقش يافطه فين، المساحات في الاعلام مفتوحه امام الاربع مرشحين، هي ده المكتسب اللي انا عايز اقول عليه، اقول ان المصريين يستحقوا هذا المكتسب.
تواصل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر عقد مؤتمراتها في مختلف المحافظات. تأتي تلك المؤتمرات لمناقشة التفاصيل كافة ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الرئاسة بالداخل الأسبوع المقبل. استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وأفادت مصادر طبية بالدفاع المدني في القطاع بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرك بمدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة. وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى بسبب القصف العشوائي. وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة آخرين. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 17,000 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال. كما أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة أكثر من 46,000، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 7,700 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت منذ بدء العدوان أكثر من 1,500 مجزرة طالت مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء النازحين. في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة. هذا وأعلنت حركة حماس تدمير 135 آلية عسكرية خلال 72 ساعة ماضية، كما أعلنت تمكنها من استهداف قوات إسرائيلية راجلة بعبوات مضادة للأفراد أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط اليوم، ذلك خلال المعارك بقطاع غزة، فضلا عن إصابة آخرين بينهم حالات خطرة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القتلى نجل رئيس الأركان السابق والذي يشغل حاليا منصب وزير في مجلس الحرب الحالي. وبحصيلة اليوم يرتفع عدد القتلى العسكريين بجيش الاحتلال إلى 92 ضابطا وجنديا منذ بدء التوغل البري في 27 من أكتوبر الماضي، وأكثر من 418 منذ 7 من أكتوبر الماضي. بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. اكد وزير الخارجيه سامح شكري ان المستوى الحالي للمساعدات الانسانيه التي تدخل الى غزه غير كاف لتلبيه احتياجات الفلسطينيين في القطاع. جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة. وأوضح شكري على أن الاتصالات التي أجرتها مصر والتنسيق مع إسرائيل لعب دورا أساسيا لضمان عدم استهداف المساعدات عند دخولها إلى غزة. نحن كنا نعاني منذ البداية
بسبب غياب القدرة على توفير أحجام أكبر من المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. وبسبب هذا فإن الإجراءات التي كانت ضرورية والتنسيق الضروري الذي كان يجب أن يتم القيام به مع إسرائيل وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية والسفير ديفيد سافرفيلد لعب دورا أساسيا لضمان أن هذه المساعدات لا يمكن أن يتم استهدافها عند دخولها وأن يكون هناك تدفق مستمر لهذه المساعدات. ونحن بالطبع نشعر ونرى أن المستوى الحالي من المساعدة المتوفرة في إطار الإجراءات المطبقة غير كافية. ولهذا جامعة الدول العربية وقمة الدول الإسلامية قد قدمت اقتراح لمجلس الأمن خالي من أي بعد سياسي لهذا الصراع، ولكنه يركز فقط على الجانب الإنساني والحاجة لتعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في غزة، وفي نفس الوقت تقديم الثقة للإسرائيليين فيما يتعلق بعملية تفتيش تلك المساعدة. عملية فحص وتفتيش تلك المساعدات يمكن أن يتم القيام بها من خلال شريك موثوق، وهذا يتيح توفير المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة. وخلال المائدة المستديرة مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، شدد وزير الخارجية على أن مصر قد حرصت على فتح معبر رفح البري بشكل دائم منذ اليوم الأول من التصعيد في غزة. وأشار الشكري إلى أن اصطفاف الشاحنات عند المعبر يرجع إلى تأخر التصريحات التي يجب أن تحصل عليها للدخول، وليس بسبب عدم قدرة المعبر على استيعاب أعدادها. نحن نود أن نفتح بالطبع كل نقاط الدخول لغزة للاستفادة منها في تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن يبدو أن هذا غير عملي في هذه المرحلة، أو أن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة من خلال تلك المعابر. بالنسبة لمعبر رفح، معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول، على الرغم من حقيقة أنه لم يتمكن من العمل لمدة يومين لأنه تم قصفه، ولكن بمجرد أن وضعنا الآليات بمساعدة الشركاء الأمريكيين فهذا المعبر أصبح مفتوح بشكل دائم، وهو مستعد للعمل على أساس 24 ساعة في اليوم. حتى إذا كنا نعتمد على معبر رفح فقط، فإننا يمكننا أن نزيد بزيادة ملحوظة حجم المساعدات الإنسانية. بالطبع معبر رفح لم يتم تصميمه بشكل أساسي كي يكون معبر للسلع والبضائع، هو معبر للأفراد، ولكن لقد خدم حتى الآن بشكل جيد على مدار تلك الفترة في تقديم المساعدات الإنسانية، ونحن مستعدون لفتحه على أساس 24 ساعة. الشاحنات مصطفى للدخول إلى غزة ليس بسبب عدم قدرة المعبر على دخول هذه الشاحنات، ولكن ما يؤخرنا هي التصريحات التي يجب أن تحصل عليها تلك الشاحنات للدخول. والوضع يتطلب الآن أن كل المعابر، بالطبع هناك 6 معابر يجب أن يتم استخدامها لكي تقدم المساعدة. قبل هذا الصراع كان هناك 500 شاحنة تدخل غزة بشكل يومي، وفي ظل هذه الظروف وتآكل أيا كان الاحتياطي والمخزوم الذي كان موجود في غزة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فمستوى 100 شاحنة أو 200 شاحنة تدخل غير كافية لتلبية احتياجات 2.3 مليون شخص. رحب قادة الدول مجموعة 7 بالدور الذي لعبته مصر وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة ودورها في الإفراج عن المحتجزين. جاء ذلك في بيان مشترك أعقب اجتماع افتراضي لقادة مجموعة 7 ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة
في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهدن الإنسانية لتحقيق ذلك. كما أعرب البيان عن شعور قادة مجموعة السبع بقلق عميق إزاء التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية، وبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين. كما أدان البيان تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يقود الأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. رئيس الوزراء يتابع سير العمل في المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه بشكل كامل. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل عودة الهدنة في قطاع غزة، والعمل على مدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، فضلا عن الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية. وشدد رشوان على أن مصر تواصل فتح معبر رفح البري بصورة دائمة، وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات وخروج المصابين ورعاية الدول، حيث دخلت شاحنات مساعدات من بين 100 شاحنة جاهزة للدخول إلى قطاع غزة. هذا وقد تخطى عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن أكثر من 2300 شاحنة متنوعة. يأتي هذا بينما استقبل المعبر اليوم 300 من مزدوجي الجنسية، فضلا عن استقبال 11 مصابا فلسطينيا وآخرين مثلهم مرافقا لهم. في هذا الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا دائما نتابع استمرار توافد هذه الشاحنات المحملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما كنا نسمع عن ماهية هذه المساعدات وأشكالها، وهل هي بالقدر الكافي أم لا. بالطبع هذه المساعدات التي تدخل إلى القطاع في غزة ليست كافية إلا 10% فقط من احتياج الأشقاء في فلسطين، ولكن الآن سنلقي نظرة داخل هذه الشاحنات وسنقوم بحوار مع سائق هذه الشاحنات، وإلى متى ينتظرون ولماذا في الأساس يفعلون هذا. في البداية قول لي كده، إيه الهدف من أنتوا بتعملوا ده؟ هل ده يعتبر مجرد شغل بس، ولا ممكن تقول إن هي مشاركة بشكل أو بآخر للقضية الفلسطينية؟ لا، هو ديت مشاركة لإخواننا في فلسطين، ما فيش فيها أي موضوع في الشغل ولا أي حاجة. وإحنا هنا كلنا، كل الحافلات الموجودة بالبرادات ده كله، كلنا بنساند إخواتنا في فلسطين. ده 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 شايف إنه تبرعات أو مساعدات أو حاجات إغاثية من الشعب مباشرة زي ما احنا بنسمع، ولا هي مجرد بس شركات بتشارك وخلاص؟ حضرتك اولا انا مندوب عن المتبرعين، تمام. احنا هنا حضرتك معايا 3 شاحنات، في ادويه، في دي بطاطين، في مواد غذائيه وبطاطين برضو. كل ده من الناس عادي، من الشارع المصري؟ كل دوت من الشعب، ما فيش جمعيه ولا في اي حد متبرع بجنيه واحد من الكلام دوت، كل دوت تبرعات من الشعب نفسه. كبطاطين او اي حاجه بيستثمر، يعني اي حد بيجي عايز يتبرع احنا بنقف معاه وبنجمع، بنوصل رسالته لغايه ما يوصل لغايه
المسؤولين والناس اللي هي هتستاهلها ان شاء الله. شكرا ليك جدا. طيب حضرتك ممكن اعرف منك بقال حضرتك قد كده هنا، بقالك كام يوم هنا، ومستعد تقعد قد ايه عشان خاطر تنفذ اللي انت نفسك تعمله؟ دلوقتي حضرتك بقالنا اكتر من 15 يوم، داخلين على 15 يوم دلوقتي، ولو قعدنا اكتر من كده احنا ده حقهم علينا، يعني حق فلسطين علينا ان احنا نقعد اكتر من كده تاني، ولو في اكتر من كده هنديهم. شكرا لحضرتك جدا جدا. دي نظرة دايما او مثال صغير عن الشعب المصري قد ايه ممكن يضحي عشان خاطر الاشقاء الفلسطينيين، ومش بس كده كمان عشان عارف انه مجرد فكرة التهجير ازاي هتأثر على بلده، ان هو لا يمكن في يوم من الايام ان هو يفرط في اي رملة من تراب بلده. كريم بيبرس من مدينة العريش محافظة شمال سيناء، التلفزيون المصري. أكد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث بأنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد جريفيث أن المفاوضات متواصلة لفتح المعبر لإيصال المساعدات مباشرة إلى الأجزاء الشمالية من غزة. كما أكد جريفيث أن المحادثات جارية أيضا بشأن إمكانية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة من الأردن المحاذية لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة. انطلقت فعاليات حملة التبرع بالدم بمحافظة مطروح، يأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة في المحافظة. مشارك معانا مؤسسات كتير زي حياة كريمة ونقابة المحامين وشباب والرياضة، ولسه في مؤسسات تانية جاية بتدعمنا. بنقول لك انزل وشارك وادعمنا في حملة التبرع بالدم لصالح اخواننا في غزة. انا جيت النهاردة عشان اتبرع تبع تبرع حملة الدم لصالح اخواتنا في غزة. بدعو كل شباب مطروح ان هم يجوا يتبرعوا. جت لنا الفرصة ان احنا نبقى فعلا متضامنين معاهم بدمنا على الاقل. شاركت النهاردة في حملة التبرع بالدم لصالح اخواتنا في فلسطين، المقاومه حمله التبرع المقاومه في محافظه مطروح. طبعا انا بشكر كل القائمين على الحمله اللي موجوده النهارده، وان شاء الله بندعو المواطنين للمشاركه في الحمله وابناء وشباب محافظه مطروح. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه. وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت. كما تفقد رئيس الوزراء عدة محال بمنطقة الخدمات التجارية بالمتحف. وعقب تفقده المتحف المصري الكبير، توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط. وسهل رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم الذي يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدا سياحيا يعكس عراقة الحضارة المصرية. وأكد مدبولي أن هناك حرصا شديدا على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها، ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.
اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 والذي استمر على مدار 4 أيام. وشهد المعرض حضورا جماهيريا كثيفا من مختلف جنسيات العالم، فضلا عن المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية. اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 والذي تم تنظيمه في المدة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم. شهد المعرض حضورا جماهيريا كثيفا خلال الأيام 4 من مختلف جنسيات العالم، عكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولي على أرض مصر، فضلا على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوي على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية، بما يسهم في صقل دور مصر المحوري باعتبارها من أهم مراكز الريادة بالمنطقة. كما شهدت فعاليات المعرض على مدار أيام لقاءات مكثفة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، مع وفود الدول المشاركة وكبرى شركات التسليح العالمية بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة. فيما أعرب وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة والشقيقة خلال اللقاءات عن سعادتهم البالغة بحضور فعاليات المعرض الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية. وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم بهدف تبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية، كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولات تفقدية بأجنحة المعرض المختلفة.
وقد حرص القائد العام للقوات المسلحة على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولي تقديرا لجهودهم التنظيمية على مدار فعاليات المعرض. كما شهد المعرض تواجدا إعلاميا كثيفا من مختلف وسائل الأعلام المحلية والأجنبية لتغطية فعاليات هذا الحدث الدولي الضخم. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، والزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا حكمة وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 72 مليون دولار ليبلغ مستوى 35 مليار دولار و173 مليون دولار مقابل 35 مليار و101 مليار دولار في أكتوبر الماضي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المشاركة المصرية في قمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية يعد امتدادا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسية للدولتين، كما يعد استكمالا لمسار نحو إزالة الكربون والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ كوب 27 في مدينة السلام في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من رئيس مؤتمر الأطراف والمعني بتغيرات المناخ وسلطان الجابر ووزير الطاقة الإماراتي والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ ورئيس الوكالة الدولية للطاقة والوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا. وتم بحث جهود خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون. في إطار المشاركة في قمة المناخ كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة، عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عقد جلسة مباحثات مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون براد كوربري ومساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية أندرو لايت. وأكد الجانبان عمق العلاقات والتعاون الوثيق ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال الطاقة. كما عقد وزير البترول جلسة مباحثات مع وزير البيئة والعمل المناخي باستراليا الغربية أكبر ولاية استرالية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين في ضوء ما تتمتع به الشركات الاسترالية من خبرات وتجارب متميزة في هذا المجال، وما تقوم به مصر من خطوات فاعلة لإصلاح وزيادة استثمارات قطاع التعدين. أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات لمحورية الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ. وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى وكذلك شركاء التنمية على مدار عام منذ إطلاق برنامج نوفي قبيل مؤتمر المناخ على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى وحشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ ودفع التحول الأخضر في مصر وتنفيذ أولويات الدولة ومساهمتهما المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2025.
في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بسبب تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل ما قيمته 1.1% ليصل إلى 75 دولار و2 من عشرة للبرميل الواحد. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.8% ليصل ويحقق ما قيمته 75 دولار واحد سنت. كمان ذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 98% لتصل إلى 2.6 دولار للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل ما قيمته 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي التركي ب 1.3 مليار دولار مقابل 34.78 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس من العام 2020 في الأسبوع السابق ومنذ أوائل يونيو بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. بدأت الاحتياطيات في التعافي بعد أن انخفضت في حينها إلى قيمة سالبة قدرت ب 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، وبلغ سعر الصرف للعملة المحلية 28.8 ليرة للدولار الواحد. سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الماضي. جاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب. كشفت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 1000 طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألف للأسبوع الماضي. تتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع صحر وحكمت. شكرا لك مصطفى ميزار. أطلقت شركة سبيس إكس الصاروخ فالكون 9 من منصة الإطلاق بولاية فلوريدا وعلى متنه 23 قمرا صناعية. وأعلنت الشركة عن نشر الأقمار الصناعية المخصصة لنظام الوصول إلى الإنترنت بنجاح، حيث تضم شبكة ستارلينك التي تبث خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم أكثر من 5000 مركبة فضائية عاملة. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة مرة أخرى، ومصطفى ميزار إليك مصطفى. شكرا من جديد حكمة عبد الحميد، وشكرا أيضا صحر ناجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولة رياضية جديدة. وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقودا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق بصورة مؤقتة في الفترة الحالية. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم، يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة نادي الزمالك في قدرات معتمد جمال تقديرا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة، سواء في كأس مصر أو في مسابقة الدوري الممتاز أو في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لا سيما وأنه كان يعمل في الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023. القائمة تضم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول، نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أسمن لاعب نابولي الإيطالي. كما أعلن كاف عن القائمة لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمغربي
ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، والكاميروني أندريا أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي. كما أعلن الاتحاد عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا للأندية، والتي تتنافس على هذه الجائزة الأفضل في القارة السمراء عن العام 2023، وهم الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، فريق سان داونز الجنوب أفريقي. هذا ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية يوم الاثنين القادم. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائرية والمقرر لها مساء غد على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. خاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب تتشي بمقر نادي بالجزيرة. يتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة في دور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ميدياما الغني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، والتعادل الإيجابي بهدف أمام يانج أفغانز التنزاني. في جنوب إفريقيا أدى فريق بيراميدز لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جيمي باتشكيو مرانا خفيفا، يستعد بيراميدز بسببه لمواجهة مضيفة لمضيفي فريق ماميلودي سان داونز الأحد القادم على ملعب لافتز بالجولة الثالثة في المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. يحتل فريق سان داونز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه فريق أو بفارق الأهداف كلا من فريق مازيمب الكونغولي ونوزيبو الموريتاني وأخيرا فريق بيراميدز. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. مشاهدينا الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع حكمة وصحر. شكرا لك مصطفى. أعلنت السلطات في سيشل حالة الطوارئ بعد أن تسبب انفجار مستودع للمتفجرات في أضرار جسيمة بمنطقة صناعية في جزيرة ماهي الرئيسية. بالتزامن تتعرض سيشل لفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، وألحقت الفيضانات أضرار جسيمة جراء الانهيارات الأرضية التي سببتها، كما أسفرت عن مصرع المئات ونزوح الملايين منذ بدء هطول الأمطار أواخر أكتوبر الماضي. وعن أخبار الطقس لك مرة أخرى مصطفى. شكرا سحر وشكرا حكمة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، ويبدو أن الأرصاد الجوية رأي آخر بسبب التغيرات المناخية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، وفيما تكون حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 15 درجة، والجو في القاهرة معتدل في الأسكندرية 22-13، الجو فيها معتدل في مطروح 24-11، والجو فيها معتدل في بورسعيد 22-13، والجو فيها معتدل وفي الإسماعيلية 23-14، والجو أيضا فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة والصغرى 14 درجة والجو فيها معتدل. في العريش 23-13، أيضا الجو معتدل. في طابة 24-14، الجو معتدل. في شرم الشيخ 27-18، مائل للحرارة. في الغردقة 27-18، وأيضا في الغردقة الجو مائل للحرارة. في الأقصر درجة الحرارة 26 والصغرى 13 درجة والجو فيها معتدل.
في أسوان 27-14 الجو فيها معتدل، وفي الوادي الجديد 26-9 مائل للحرارة، في شلاتين 27-22 مائل الحرارة، وأخيرا في حلايب 26-21 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم من غزة الصامدة والبحث عن نادين جدد تحت الأنقاض بعد غارات إسرائيلية. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية ويشيد بمستوى الوعي الذي أظهره المتقدمون. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابي، والمرشحون يواصلون جولاتهم قبيل بدء الصمت الانتخابي غدا. تواصل الغارات المكثفة على قطاع غزة، والفصائل تعلن تدمير 135 آلية عسكرية خلال 72 ساعة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر مع شفكي المنيري. أهلا بك شفكي. مساء الخير يا حكمة، ومساء الخير يا سحر، ومنورين كالعادة. أنت اللي دايما إن شاء الله منورة. يعني
أتمنى لكم دايما التوفيق، وإن شاء الله كده نتكلم بعد الأسبوع الجاي تكون كل أخبارنا يعني أكثر ارتياحا ومفرحة بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. عايزين تقولوا حاجة؟ شكرا لك. شكرا. هننتظر ونشاهد مع الجماهير والمشاهدين. أكيد كل التوفيق دايما ليكم حكمة وسحر، بشكركم شكرا جزيلا، وكل التوفيق لكل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نبدأ الآن برنامج التاسعة، تفضلوا.